عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على واحد الكرتونه اللي جاتني وصلتني. كما كتشوفوا هذه الكرتونه هذه غادي نهضر لكم على شنو فيها. المهم اول حاجه غادي تشوفوا في القناه دائما كنهضر لكم على كندير بيديدوز على حاجات ديال الموضه، الحاجات ديال المكياج، وما عمري ما درت البيديدو الحاجات ديال الاكل. قلت علاش لا، شفت بزاف ديال الناس مهتمين بالامر وباغيين ندير شي نهار بيديدو على الاكل، مثلا الحلويات المغربيه ولا سميتو. ولكن بزاف ديال الناس كيقولوا لي حسن عافاك قولي لنا شي وحده كتبيع الحلويات، شي حاجه مزيانه، شي حاجه زوينه، شي حاجه نقيه. وانا يا بديت عند واحد المراه اللي كتصوب الحلويات وكتصيفطهم لجميع المدن ديال اسبانيا، باش نكونوا متفاهمين. اللي برا ديال اسبانيا راه ما غاديش تقدر تصيفط ليه، كتصيفط غير لجميع المدن في اسبانيا. انا ساكنه في الميريا كما كتعرفوا، وهي ساكنه في تينيريفي، وصيفطات ليا من تينيريفي حتى الميريا، يعني ان بوينس كونديسيونيس، يعني ما طرا والو الكرتونه، ما تهرس حتى شي حاجه الحمد لله. المهم حنا غادي نحلو من الداخل، بقى لنا المذاق. دابا حنايا شفنا الباكاجين مقاد، يعني مقاد كلشي مزيان، مغلف مشكوط شي مزيان، يعني لدرجه الحلوه من الداخل ما كتحركش نهائيا. يعني امبالاخ يكون داير بحال هكا، ماشي امبريسا، يعني تكون في دارها وكتصيب لك الحلوه وشوفوا الامبالاخي ديالها بحال اش داير، بحال تبارك الله شي بحال خديت من عند بريمور، بحال خديت من عند دروني ولا شي بلاصه، يعني مقاد مزيان على حقو طريقو، يعني داكشي مي الحلوه ما تهرش من الداخل. المهم انا كيف كيبان لي من الداخل كلشي مقاد، مشكوطشي مزيان، كلشي داكشي على حقو طريقو. هنايا البنات انفورماسيونيس ديالي، لا ماشي انفورماسيونيس ديالي، هنايا في اللور كاينين انفورماسيونيس ديالي اللي ما نقدرش نوري لكم، والانفورماسيونيس ديال المراه اللي كتبيع الحلوه ما نقدرش نوري المعلومات. المهم البنات من بعد ما غادي ندوقوا، دابا بقى لنا غير المذاق ديال الحلوه، غادي ندوقوا الحلوه وغادي نشوفوا المذاق واش هو هذاك، واش زوين واش ما زوينش، واش شنو يعني الداخل بحالاش مقاده من الداخل. المهم كما قلت لكم البنات المعلومات، النمره ديال التليفون، الجروب ديال الواتساب ديالها، انا داخله معاها في الجروب ديال الواتساب، والنمره ديال التليفون ديالها عندي، يعني وقت ما محتاجين شي حاجه كنديروا من عندها البيديدو. درت عندها من البيديدو ماشي حيت محتاجين ولا عندنا شي حفله، حيت بغيت ندير معاكم الفيديو. بزاف ديال الناس كيقولوا لي حسن عافاك ديري من عند شي وحده البيديدو هنا في اسبانيا ودوقي لنا الحلوه ديالها وشوفي لنا واش مزيانه ولا لا. المهم البنات بما ان هذا كنقلب على المقص، بما ان هذا ماشي اول تعامل معايا، ماشي اول تعامل معايا، ماشي اول تعامل معها، يعني بزاف ديال المرات كناخذ من عندها. هاد المره خديت، دوك المرات كناخذ وما كنصورش لكم، ولكن هاد المره خديت باش نشوفو، ما حليتش الكرتونه، خليتها باش نحلها قدامكم، باش نشوفو الباكاجين، باش نشوفو الحلوه من الداخل واش كتجي مزيانه ولا مهرسه ولا شي حاجه. و من هاد الشيء كله كترسل لجميع المدن. دابا غادي نحلو الكرتونه وغادي نشوفو من الداخل بحالاش كتجي. المهم البنات كما كتشوفو الكرتونه كتجي بحال هكا من الفوق، مكتوبه فيها موي فراخيل هكا سميتو. المهم ما عليناش، غادي نشوفو دابا من الداخل بحالاش كيجي. غادي نحل، صبروا معايا، غادي نحيد هاد البلاستيك هادي وغادي نعاود نرجع. كما كتشوفوا البنات الكرتونه هي هادي. الناس اللي باغيين مثلا عندهم العراضه ولا عندهم السبوع ولا عندهم الخطوبه ولا العرس ولا اي حاجه، ولا باغيين يوجدوا الشباكيه في رمضان وما فيهم ما، يعني صيبها راه كتبيع الشباكيه، كتبيع كلشي داكشي سليلو اي حاجه بغيتيها، يعني كتوصلها لك حتى للدار. كما كتشوفوا انا ساكنه في جنوب اسبانيا وهي ساكنه في الايسلاس ولا في الجزر، ودائما كتصيفط ليا حتى للدار.
المهم غادي نشوفوا. اول حاجه ملي كنحلوا الكرتونه صراحه مقاد مزيان كما ديما، يعني ماشي اول مره، غير نتوما غادي تشوفوه حيت بغيتكم تشوفوا نتوما بحال اش كيجي. ما انا دائما ما عمري ما خديت عدم معها شي مشكل ولا صيفطات لي الحلوه مهرسه ولا شي حاجه. وكيما ديما كنشكرك بزاف بزاف على الديتايس اللي كتلوح، كاع الكليان ديالها كتلوح لهم هاد الديتايس هادو اللي غادي نشوفوهم من بعد. غادي نخلي هاد الديتايس هنايا حتى نوريهم لكم من بعد، وغادي ندوزو نشوفو الحلوه. اول حاجه البنات، الحلوه دائما كتجيبهم في هاد الكريتينات كما كتشوفوها هما، كتجيو كدير كرتونه وكتعاود تلويهم بالومنيوم مزيان. نوري لكم صراحه كتخدم بنيته، يعني داير زعما الخدمه كديرها بنيتها، وكتلوي لكم هذا على الجناب كامل باش ما تهرش لكم الحلوه. المهم هنا غادي نشوفوا، هنا كما كتشوفوا راه عاودت ثاني غلفاتو مزيان. غادي ندوز نشوفوا هاد الكاخه هادي اللي دارت ليا فيها الحلوه. دائما صراحه كتجيبوهم بكاخات داك الشيء نقي وزوين، وماشي اول مره غادي نطلب من عندها، بزاف ديال المرات صراحه داك الشيء كتبيعو نقي وزوين. كما كتشوفوا البنات، كما كتشوفوا راه عفتو راه من تينيريفي تبارك الله حتى الالميريا وصلتني الحلوه، ما مهرسه ما بها حتى شي حاجه. الشوكولاتي كما هو مازال صاين، يعني شاد فراسو مزيان كما كتشوفوا. ها هو يعني ما داب ما طرا ليه والو، الزواق اللي هي زوقاتو اللي شفت انا في الفوتو وطلبت من عندها كيف كيف، يعني الزواق ما خسر ما طرا ليه حتى شي حاجه. غادي ندوزو نخليو الماء داق حتى من بعد بما نشوفو كامل الكاخه. غندوزو نشوفو هاد سمحوا لي البنات، غندوزو نشوفو هادي. بلاتي نحط الكرتونه في الارض. المهم هادي حتى هي دائما البنات كتجيبو داير بحال هكا صراحه، داكشي كتجيبو نقي وزوين ويعني مقاد مزيان على حقو طريقو. بلاتي غادي نقطع هاد البلاستيكه ونرجع معاكم. كما كنشوفو البنات هنايا هاد البيديدو الثاني اللي كيجي داير بحال هكا، ها هو البنات وصل صراحه مزيان، ما مهرسه فيه حتى وحده مزيان كما كتشوفوا البنات، ما مهرسه فيها حتى حبه، يعني حتى حاجه ما مهرسه فيها، داكشي كله مقاد على حقو طريقو ومقاد. والسكر كما هو كلاصي واو، ما عندي صراحه اش غنقول لك، تبارك الله عليك دائما فاش كندير عندك البيديدو ما كتحشمينيش الصراحه، داكشي ما كيتهرش كما هو. بعض المرات كنكونوا ما باغينش نصيبو، ما قادرينش نصيبو الحلوه حيت مثلا عيد ميلاد ولا داك النهار مزروبين، كترسلها ليا حتى للدار كتجي كغا، كنجي انا وكنديرها في الطبيصلات صافي، يعني صراحه زوينه بزاف. وما ها كما كتشوفوا ما مهرسه والو، يعني ما مهرسه فيها حتى. كما كتشوفوا البنات حليتها، دابا غادي ندوز نشوفوا من الداخل. كما كتشوفوا صراحه حتى شي حاجه ما مهرسه تبارك الله عليك، صراحه داكشي زوين بزاف ودائما كتحمري ليا وجهي صراحه، داكشي واعر وما مهرش، ما مهرسه حتى شي حاجه ما مهرسه. هنايا الناس اللي باغيين تصاور عن قرب وداكشي، انا غنخلي لكم البنات في انستغرام الصور ديال الحلوه. كما كتشوفوا راه كلشي زعما باين ما مهرسه حتى شي حاجه، ها هي وهذه حتى هي ما مهرسه فيها حتى شي حاجه صراحه، مقاده على حقها وطريقها. وبالنسبه للانفورماسيونيز ديالها راه غنخليهم لكم تحت الفيديو، النمره ديالها وكلشي اللي باغي يتقدى من عندها. انا صراحه انا الكليانه ديالها هي اللي كنثق فيها، وهي اللي صراحه ما عمر جيت لقيت شي حاجه ماشي حتى لهي ولا شي حلوه محروقه ولا شي مذاق خايب. المهم مذاق انا غادي ندوق قدامكم قدام الكاميرا. دابا غادي ندوز البنات ندوق، وبالنسبه للتصاور وداك الشيء راه غنخليه لكم البنات في انستغرام الصور عن قرب باش تشوفوا الحلوه.
دابا غادي ندوزو نشوفو المذاق. انا المذاق صراحه عارفه كنتيق في المذاق ديالي حيت ماشي اول مره كنتعامل معها. وهنايا عندي الكخاز ديالنا كما كتشوفو، غادي ندوزو ندوقو. اول حاجه البنات اللي بغيت ندوق شهتني فيها واحد النهار شفتها في التصويره و تشهتني فيها، يعني باينه فيها بنينه وزوينه. غادي ندوزو ناخذو غادي ندوزو ندوقو هذه الحلوه هذه اللي كتجي حلوه وبالشكلات الابيض وفي الفوق مزوقه بالشكلات الاسود. واو البنات واعره، ما عرفتش كنقول لكم، ولكن من الداخل درت فيها بحال اللوز ولا الكاوكاو، اش نقول لكم، واحد المذاق واعر بزاف. والفوق فيها بزاف ديال الشوكولاتي بلانكو ولا شوكولات ابيض. صراحه الخدمه ديالها ما عندي ما نقول فيها، الخدمه ديالها متقونه تبارك الله عليها، زعما الخدمه ديالها متقونه. وداكشي كديرو بنيتها، يعني ماشي كدير الغاش ولا داكشي، راه من المذاق كيبان لك الحلوه واش بنادم كيغش في المقادير ولا لا. كاين بعض كيبقاو يغشوا في المقادير، ولكن هذه المقادير ديالها داكشي اللي كاين هو اللي كديرو. الصراحه انا كليانه ديالها ودائما غنبقى ناخذ عندها. شكرا لك بزاف. ندوق هذه صراحه نسيت على السميه ديالها، ولكن غندوز ندوقها. صراحه رطبه وزوينه، المذاق ديالها واعر، ودير لها شي طروفه ديال اللوز من الفوق. واعر 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 البنات بزاف، غير جربوها غير زعمو، مضمونه من عندي. ندوقو الشكل الثالث. الشكل الثالث كيجي داير بحال هكا بحال العش، و كديرو في كويغطات. واو واعر واعر البنات، سمحوا لي سمحوا لي الا كنت كناكل نتوما كتشوفوا فيا. واو من الداخل ديالي العجين ديال اللوز اللي كنعمرو به البريوات، انا جاني بحال هذاك المذاق، مذاق من الداخل بحال البريوات ديال اللوز، ومن الفوق مقرمش. ما نقولش لكم البنات على المذاق كي داير، نتمنى تجربوا واحد المذاق واعر بزاف. الشكل الاخير المهم الصراحه الاشكال هادو اللي ذقت هاد المره هادي ماشي هما دوك اللي ذقت، يعني ذقت اشكال اخرى، يعني ماشي كدير غير هاد الشكل هذا، راه كدير البسطيلات المملحات، ولكن المملحات كتصيفطهم غير للناس اللي حداها، يعني كتصيفط غير الحلاوي وهكا في على بعد، ولكن الناس اللي كيشاهدوني من تينيريفي ولا من الجزر كتصيفط البسطيله، كتصيفط كاع دوك المملحات، والناس اللي بعادين كتصيفط لنا بحال هكا حلاوي مقادين. دابا غادي ندوزو البنات نشوفو الحلوه ولا هادي هاد الشكل هذا، غادي ندوقوها. هادي البنات الحلوه ديال التمر، انا كنتسطى على الحلوه ديال التمر، انا صراحه كنحمق على الحلوه ديال التمر. الحلوه من الفوق كتجي كتفرتت، يعني كتذوب في الفم، والعجين ديال التمر ما نقولش لكم في واحد المذاق في شي شكل، واحد المذاق زوين بزاف. المهم كما قلت لكم هذه الحلوه هذه صراحه ماشي ديك الحلوه اللي بقى
قاصحه ولا كتفرتت وكتذوب في الفم، زوينه زوينه بزاف هاد المذاق ديال الحلوه ديال التمر. وانايا كتعجبني الحلوه ديال التمر بزاف، وهادي عجبني. غادي ندوزو ندوقوا الغريبه الاخيره، هادي هو البنات الغريبه ديال النكهه ديال الحامض، جات واعره زوينه البنات. بلاتي نصرف كما كتشوفوا، انا جربت قدامكم الحلوه ودقتها قدامكم، صراحه زوينه، ماشي كنشكرها ولا، واعره بزاف كما كتشوفوا. راه الا كانت شي حاجه عجبتني كنقول لكم عجبتني، الا كانت شي حاجه ما عجبتنيش كنقول لكم ما عجبتنيش. وهاد الحلوه هادي راه ماشي اول مره غادي نبيدي عندها، غير الناس كيقولوا لي عفاكي ديرنا شي بيزو، البيديتو اول مره ديال الحلوه نديرو في القناه، يعني اول مره. والمهم البنات، الانفورماسيونيس ولا المعلومات، النمره التليفون هذا ديال الواتساب والجروب ديال الواتساب ديالها غادي نخلي لكم هنا في البرا ديال الانفورماسيون. وما تنساوش تشوفوا الاستوريال ديالي البنات اللي في انستغرام، غادي نحط لكم الفيديوهات عن قرب باش تشوفوا الحلوه عن قرب مزيان، كلشي مزيان. وغادي تشوفوا حتى الانستغرام ديالها بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوا الانستغرام عندها. راه بزاف تاع الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.